سلام بنات كديري، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في صحه جيده واموركم مزيان. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم، فكيف شفتوا اليوم؟ اليوم الحلوه ديال اللوز صراحه اللي كتجي المنظر ديالها رائع والمذاق روعه. فغادي نخليكم دائما مع لا فيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه تحضير الحلوه اللوز اللي كتجي شي حاجه هماويه وشي حاجه زوينه في المنظر، في الطعم، في المذاق، كتجي اكثر من رائعه. دائما الحلوه الا بغيتوها تصدق معكم وتكون مزيانه دائما، غير واحد شويه ديال الصبر وتكون عندكم شويه ديال الخاطر، فهي اكيد غتصدق معكم الا تبعتوا المقادير مضبوطه. فغادي نبدا اول حاجه كيف دائما بعد ما تنكونوا مقشرين داك اللوز مزولين ليه القشره ديالو، فكن هكا كنبيتوه ليله كامله كيبات كيتنشف من داك الماء وتنطحنوا. صافي، فانايا اللوز ديالي غادي نطحنو جوج ديال المرات، غادي نطحنو المره الاولى بوحديتو بدون سكر سنيده، والمره الثانيه بالسنيده. دائما الطحنه الاولى غادي نطحنوه هكايا كيف كتشوفوا، بحال غادي نهرمشوه ونحطوه على جانب ونديرو في الطحنه الثانيه ملي نبغيو نطحنوه. ملي نكملوا الكميه اللي عندنا غادي نديرو كاس سكر سنيده، وتقريبا عندي كاس ديال السكر سنيده، ودرت واحد شويه ديال القرفه. دائما القرفه تنعرفوها منكه مع اللوز، كتجي مواتيه مع اللوز، كتجي زوينه. تقريبا درت نصف معلقه صغيره ديال القرفه. فهنايا كيف كتشوفوا معايا غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نخلطها. انا تقريبا عندي هنايا نصف كيلو ديال اللوز، فانا شويه جاني خاصه السنيده، مع العلم انني مبغيتش ندير اللوز حلو بزاف، بغيت نديرو غير شويه مسوس ناقص في السكر. فكيف كنعرفوا حنايا الا درتي نصف كيلو ديال اللوز خاصك ديري رابعه ديال السنيده، يعني دائما نصف الكميه ديال اللوز سنيده. فانا درت غير شويه ديال السكر، ما بغيتش نكثرها. صافي، هنايا راه كيف كتشوفتو معايا درت هذاك عاودت اللوز. غادي دابايا غادي نطحنو مزيان الطحنه الثانيه. دائما الطحنه الثانيه خليه حتى كيبدا يتعلك، لانه ديك السنيده كتعلكو. هنا راه كيف شفتوا معايا العقده ديالي، شوفوا كي جات، راه جات رائعه. الفيديو راه شارح راسو، درت فيها واحد الصاشيه ديال الزهر، شويه ديال الزهر، ودائما شويه المسكه الحره، صافي، وشويه ديال الكليكو لاباج عفوا، صافي، وكتجمعوها. هنايا غادي ندوز هنا للعجين ديالي. فبالنسبه للعجين غادي ناخذ تقريبا رابعه ديال الدقيق مع الملح ديال البيضه مع نصف كاس ديال الزهر باش غادي نجمع هاد العجين هذا. ودائما الناباج، فانا كندير ناباج حتى في العجين، كيعطيني واحد القوام زوين للعجين ديالي. فالعجين ديال اللوز كديروا فيه ناباج كيجي رائع، داك العجنه كتجي زوينه، وكتجي الشكل ديالها والقوام ديال داك العجين كتجي زوين. غادي ندير تقريبا واحد 60 غرام ديال الزبده. دا
دائما معلقه ونصف ديال الزبده ولا 60 غرام بالضبط، 60 غرام ديال الزبده في ربعه ديال اللوز، في ربعه ديال عفوا ربعه ديال الدقيق. صافي هنايا غادي نجمع هاد المكونات، هادي غادي نجمعها، غادي ندير عفوا غادي ندير حتى السكر كلاصي ايضا كيف قلت لكم معلقه ديال النابر. صافي وغنجمع هاد المكونات هادي بالماء ديال الزهر، يكون الماء ديال الزهر نوعيه جيده، وغادي نجمعها مزيان. ودائما الحلوه ديال اللوز ما تخليوهاش هكايا، تكون شويه متماسكه وتجي شويه قاصحه، فقد ما جات قاصحه فهي كتجي زوينه وكتكوني كتحكمي فيها في الدلاك وفي هكايا في التشكيل ديال العجين. فانا كيف شفتوا معايا غادي نبدا ندير المزهر بشويه بشويه حتى نجمع هاد العجين هذا. صافي هنايا راني بديت كنشكل في هذوك الكريات او بديت كنخدم هاد الاشكال هادو، فكيف كتشوفوا معايا راه ساهلين هاد التشكيلات اللي درت، يعني اي وحده مبتدئه او عمرها ما صيبتك الحلوه ديال اللوز غادي تصدق معاها من اول تجربه. دائما غير تبعوا الخطوات من الاول حتى الاخير ديالهم. صافي هنا غادي ناخذ هذاك الطابع ديال الشهده، فطابع تاع الشهده ساهل وكيجي الشكل ديالو رائع. دائما كنستعين بالدقيق هكا غير شويه، دائما حلوه تاع اللوز غير شويه ديال الدقيق، وكنحاول اني نطبع مزيان حتى كتخرج ليا ديك الشهده كتخرج مطبوعه. صافي هذا ما كان البنات، راه الفيديو دائما راه شارح راسو. هنايا الحلوه ديال اللوز دائما فاش كنكملوها من التشكيل ديالها وهذا التشكيل ديالها الشكيلات، فكنخليوها دائما تبات ليله كامله. فقد ما باتت لنا الحلوه ديال اللوز وشتات في راسها ونشفت مزيان فهي كتدق في الطياب وكتجي رائعه.
فانايا كنخليها تقريبا كتبات ليله كامله دائما تتبات وترتاح لي على راحتها، ونديرها في شي بلاصه اللي تتكون مهويه باش انها تنشف مزيان. هاد القضيه حتى هي مهمه، ودائما ملي تنشف معاكم تنشف قبل ما تدخلوها للفران، حتى تكوها مزيان بالبره، تكون بره معقمه، تكوها مزيان، تكوها هكا وعاد تدخلوها للفران. يعني هاد النصائح هادو مهمين للحلوه ديال اللوز باش تصدق معاكم. المهم انايا شاركت معكم هاد الحلويات هادو، دائما كنقدم لكم حلويات اقتصاديه، وغيب يعني غيب نصف كيلو غادي تخرجي تشكيله رائعه، وبلاطو تقريبا بلاطو غادي ديريه اقتصادي، في عوض ما غادي تشريه بواحد 150 درهم ولا 3600 180 درهم، غادي تصايبيه راسك وغادي تقتصدي شويه. المهم دائما تنصيب لكم شي حويجات اللي تقدروا ديروهم في المنزل ديالكم وتقتصدوا على الجيب. فهنايا كيف شفتوا معايا غادي ناخذ هاد القطاعات هادو هما باش كنخدم هاد القطاعات هادو. فانايا كندير ديك الدواره الكبيره والدواره الصغيره، فهذا اللوز، هذا العقده ديالي ديال اللوز، فكنديرها بهذه الطريقه. هذه كندير ليها هاد القطاعه الصغيره هي باش نخدمها، وتندير القطاعه الكبيره باش نخدم الشكل هذاك العجين. فهذا ما كان البنات. المهم انا شاركت معكم لا فيديو ديال اليوم، نتمنى دائما ينال اعجابكم، ينالوا هاد التشكيلات اللي قدمت لكم، وحتى التشكيلات اللي قدمت لكم يعني تشكيلات سهله ماشي تشكيلات صعبه. صافي هنايا البنات، هنا راه ما بقاش لي الوقت، ما صورتش معكم الصراحه لانني كنت في البيت ديال الوالده ديالي. صافي راه كتشوفوا معايا تبدل المكان، كنت في الدار هي وصيبتها معايا هاد الحلوه هادي، قلت علاش لا نستغل الوقت ونديها معايا نصيبها معايا ونجيبها هنايا نطيبها في داري. فالمهم هذا ما كان هنايا، راني صيبت هنا دير الفران تيسخن، دائما الفران تيسخن على درجه الحراره تكون مجهده مزيان حتى يسخن ليا مزيان. وفي هاد الاثناء هادي انا تنتقب في هذوك الحليوات ديالي، تنتقبهم مزيان تنتكهم صافي، وندخلهم للفران ونقص دائما الفران يكون منقوص ما نجهدش البوط عليه. صافي هذه هي الطريقه. صافي ملي تيخرجوا الصراحه نسيت اول فيديو ما صورتش معكم الزواق ديالها، بما انه الزواق ساهل ماشي شي زواق صعيب، يعني كديري غير داك الكوكب هرم الكوكاو مهرمش او الكومكاسي، كديريه في الجنيبات، كديري ناباج على ديك الحلوه صافي، وتديري هذاك اللوز او الكوكاو مهرمش تديريه بهذه الطريقه هذه في الجوانب. صافي هذا ما كان، هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وينالوا هاد التشكيلات الاعجاب ديالكم، نتمنى تجربوهم حتى نتوما. يعني بنصف كيلو ديال اللوز راه كتخرج لك واحد كيلو او الكيلو الهروب ديال الحلوه. ونخليكم في امان الله.